Hi guys, welcome back to my channel. Make sure you hit that bell button and subscribe to my channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواني، شلونكم؟ كيف حالكم يا شباب؟ جيناكم فيديو جديد مع الشاحنة التريلا اسكانيا R700. طبعا هذا يا اخوان كان سويت خوش لقطة هيك، يعني يجي من بعيد هذا التريلا مالدنا، سوينا خوش سبق وعدلناها هم وهم ويلكم. طفي الإشارة، طفينا حاليا الإشارة. إذا ما دخلنا على داخل التريلا هسه يشيل صفحة هذا التريلا. عليت شوية الصوت إلي، بس نشغل الأغنية ونتوكل على المعدل. شوفوني اخبار راسا، اني نزلت شو اسمه الهند بريك ويا سطوب حتى وقف، كان ما شفته بصراحة، لا كان شوية مشغول. سبحان الله هذا اللعبة بس شوية بثواني يصير مشغول راسا يسوي حادث. مبسوطي؟ ايه يا اخوان، يا شو اسمه يا شباب، خليت الأضواء كثير مو حتى هسه النهار بهالشمس وهالقد يخلي الضوء مالته على الشارع. طبعا والله الله يعرف شو يصير بعدين بالليل، ما نقدر نمشي كله يصير احمر، يعني كم مره هيجي افلام جيت على راسي بعرفها. هذا الاسكاني يعني احبه يا اخوان، هذا اصدار 1.41 وفوق.
استغفر الله. الشارع السريع يمشي لأن يا إخوان شوي لازم نحنا نمشي بالسرعة. تدرون ليش حبايب قلبي؟ طريقنا بعيدة ترى، إذا ما نمشي بالسرعة والله ما نوصل. يعني أنا ما أريد الفيديو طويل، أريد أكثر شيء 10 دقيقة ل 12 دقيقة. إذا وصلت ساعة منو يعني شنو؟ أما العالم لازم يجيب الأكل ويشرب وأولاده وكلهم خلي يمهم وحتى يخلص الفيديو. انت تتكلم قد هسه حاليا نشوف ايش قد سرعه نمشي. ايابا 162 كيلومتر نحنا نمشي بسرعه. قلت ليش هيجي عرفت انا امشي سريع. روح روح روح. دقيقة، هذا البنية اللي يمي قال أنا دايخ. شو اسمه هذا؟ شتري دي تزوعي. قال أزوعي. سوينا حادثة والله، سوينا قلبنا كله، طلعت على هذا الفيلم كله على هذا البنية يمي. شوفه ربنا يكبر ويشوفك يا أبو سلام. شو سويت بينا؟ شفت إخوان شو سويت بينا؟ شوف يا اخوان شو سويت بينا هسه. شو نسوي يا اخوان؟ جيب المخدة. ما شاء الله قد حلو نايمة يا اخوان، يا شباب قد حلو نايمة. بس يرد لها مخدة، يلا نوديها عد. دكتور هسه نشوف، الله يعرف كم فلوس نحنا ندفعها. شباب هسه بس دقيقة، خلي وين وخلي المعالجة. لا حول ولا قوة. روحي انت نسوي هذا وهذا. فما حكينا على البلد نشوفها، احتمال كسرت راسه. لا يابل هذا اللي قاعد يمي هو، شي يصير عليها؟ حديد كذا. ها زعلانة هم حتى ما يشوف علينا. قتك البلا في شكلك. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ يلا شباب مع السلامة، الله معكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليقات الحلوة اذا يعجبك.